السلام عليكم خيو. والله هذا الصيام جاي منك يا شيخ، جيت تثاوب ودري الصبح. قد ايه الخيار ولا عليك امر؟ الخيار بدينار ونص يا اخي. ولا يا جماعه على حساب الحكومه قالت انها منعت التصدير مشان الخيار يرخص وبطلوا ياخذوا عليه رسوم من امانه العاصمه. يسعد لي امك، خلي امك تحكي لك عن الحكومه من اول تاريخها لهلا. امشي يا جماعه امشي، اذا الحكومه مي قادر تمون على الخيار، كيف باكر لما تجينا للانتخابات يا جماعه؟ يا هم ليلي.